أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج سبعة أيام شهد الاسبوع الماضي أكثر من حدث بارز عراقيا فثمة سعي رئيس الوزراء نور المالكي الحثيث إلى تغيير جدي في حكومته وثمة الحديث المتصاعد أيضا عن كتلة سياسية جديدة عمادها المؤيدون الأقوياء للمالكي فضلا عن استمرار ازمه مقاطعه الصدريين والتوافقيين للحكومه والبرلمان على الرغم من بوادر للحل قد تنضج عبر قرارات وشيكه لانهاء المقاطعه الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل وشهد الاسبوع ايضا أكثر من حدث بارز اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ايضا ولكننا وقبل أن ندقق في تفاصيل الملفات العراقية الساخنة لا بد من تحية ضيفنا الكريم من مدينة هامبورغ الألمانية الكاتب والمفكر السيد ضياء شكرتشي، سيد ضياء مرحبا بك في برنامج سبعة أيام. مرحبا بك. حيث سنبدا بالملف الاول من ملفات هذا الاسبوع فقد بدا ان رئيس الوزراء نور المالكي اقرب الى تغيير حكومته لتحسين ادائها وسط تنامي خيبه الامل لما وصف فشلها فشلها في انجاز الاصلاحات الامنيه والسياسيه المطلوبه منها التغيير الوزاري راه المالكي عبر انهاء المحاصصه الطائفيه وعبر اختصار عدد الوزارات من 36 الى 20 او 22 لدينا افكار بالحقيقه واستطيع ان اقول عنها انها رد على بعض مظاهر الضعف التي بدت في تشكيله الحكومه الحاليه نتيجه المحاصصه ونتيجه الطائفيه التي اضعفت رئيس الحكومه في مبدا اختياره للوزراء الذين يريد ان يعمل معهم وفق الكفاءه والمهنيه والتخصص لذلك لدينا محوران حاليا في موضوع الحكومه وهو الاول ان شاء الله هذا الاسبوع او الاسبوع القادم سنعود مره اخرى بتقديم الوزراء لاملاء الفراغات الموجوده في الحكومه وثانيا طرحنا مبدا اعاده تشكيل الحكومه كليا لترشيقها لدمج بعض وزاراتها لالغاء وزارات اخرى ليست ضروريه وقد قمت بهذا الدور وفتحت القوى السياسيه والتكتلات من اجل ان نبدا بعمليه التسميه سيد ضياء مرحبا بك من جديد وأسألك يعني أخيرا يعترف المالك بأن المحاصصة الطائفية أوصلت البلاد إلى طريق مسدود وبات الرجل يعني بشجاعة يحسد عليها وقد تجر عليه عداوات حتى من بين حلفائه القريبين بات يسعى إلى الخروج من مضائق التقسيم الطائفي والعرقي إلى فضاء المواطنة والاستعانة في بناء الدولة بالخبرات والكفاءات بعد فشل الاستعانة بولاءات طائفية وحزبيه. ماذا يعني كل ذلك بالنسبه لك؟ في الواقع شكرا جزيلا ابتداء، انا عندما نسمع مثل هذه الاحاديث يعني ينبعث شيء من الامل، انا في الواقع لا اشك في صدق الرجل المالكي فعلا يعني يسعى من اجل انجاح العمليه السياسيه التي تصدى لها ولكن هو انبثق ايضا من من جو يسود تسوده الطائفيه والطائفيه السياسيه وهذه التوجهات التي في الواقع حذرنا من تبعاتها منذ البدايه وقلنا الاصوليه الاسلاميه والطائفيه السياسيه ستجر البلد وستجر الوضع الى الى كوارث ربما لم يكن لهم خيار اخر لا على كل حال ولكن في في الواقع أنا الذي أتمناه للسيد المالكي أنه ينجح فعلا في مهمته هذه الصعبة جدا وأكيدا أمامه عقبات كثيرة الذي يريده شيء والذي يقدر عليه شيء آخر تماما ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله على كل حال الرجل يسعى وإن كان في الواقع كل ما يمكن إصلاحه في هذه التشكيلة وفي هذه التركيبة السياسية الموجودة البرلمانية والحكومة هي عمليات ترقيعية ولكن أحيانا إذا كان لا يمكن أن يستبدل الزورق الزورق الخرق بآخر فلا بد من ترقيعه حتى يصل إلى شاطئ لا أقول إلى الشاطئ النهائي ولا إلى ثمة شاطئ لعلنا نركب زورقا أفضل من الزورق الذي يركبه العراقيون الآن المحفوف بالمخاطر وبالكوارث الكثيرة في الواقع أنا أمل أنه ينجح سيد مالكي في مهمته هذه ويخلصنا ويخلصنا من هذه الطائفية المقيتة ولكن لن يستطيع طبعا ستبقى الطائفية موجودة هو أصلا يعني انبثق كرئيس وزراء من خلال هذه المحاصصة الطائفية ومن خلال هذه الترتيبات الطائفية لا يمكن إلغاء الطائفية كليا ولكن إذا استطاع أن يعني يط... أن يضيق إطار الطائفية في أضيق دائرة ممكنة وفعلا يستخدم المعارضة المعايير الصحيحة في اختيار الوزراء الجدد ولو لن يستطيع ذلك بالشكل المثالي لن تكون هناك مثالية لا غير, غير متوقع لا منه ولا من غيره ولكن أيضا لا يمكن أن يحققه بالقدر الذي نتطلع ونطمح إليه لأن هناك وزراء لا أتصور أنه سيستطيع أن يتخلص منهم وهؤلاء ثبت فشلهم في وزاراتهم فإذا كان شجاعا حقيقة عن هذا المعنى كنت أحب أن يعني أن أسألك نعم. هل سيتمكن المالكي من مواجهة الضعفاء علميا وفكريا وعمليا ولكنهم باتوا الأقوياء الذين تمترسوا بقوة بمراكزهم التي وصلوها عبر المحاصصة يعني, الرجل هل, يستطيع هل, هل يقدر فعلا أن يواجه هؤلاء أنا أقول أنه سيقوم ببعض الترقيعات التي هي أفضل من لا شيء ولكن لا. أنا لا أتصور مع احترامي لهؤلاء وبعضهم أصدقائي وليسمعوني وينشرح صدرهم لذلك إذا استطاع من إذا كان من الشجاعة في أن يغير وزير النفط ووزير المالية ووزير التربية والتعليم وغيرهم من الوزراء الضعفاء في وزاراتهم وغير مؤهلين لهذه الوزارات في الواقع يكون فعلا قد حقق شيئا أما إذا لن يستطيع تحقيق مثل هذه الأمور فتبقى الترقيعات في الواقع مجرد عملية تغيير ديكور أو تغيير شكلي ليس في العمق ليس في الجوهر الرجل يريد ذلك أنا لا أشك في 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 جديته وفي صدقه ولكن لا أدري فيما إذا سيستطيع أن يحقق الشيء الكثير يحقق بعض الشيء مع هذا نقول إذا حقق بعض الشيء وكان ذلك يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح ايضا نقول نشد على يدك في ذلك هذا ده. الذي تستطيع عليه ده. على كل حال ونامل ان تكون الخطوه القادمه لما هو افضل يعني بصراحه هي التركيبه كلها تحتاج الى اعاده صياغه يعني ده. التركيبه ده. البرلمانيه والمحاصصه تعرفون القضيه يعني لا تعالج بهذه الترتيشات ولكن ده. على كل حال اذا كان لا بد من ذلك فنامل انه تكون هناك خطوه فيها قدر من ايجابيه اكثر من الوضع نعم. الراهن. نعم، السيد شكرتي. اسمح لي يعني حقيقه بعرض جانب سياسي اخر شهدته البلاد الاسبوع الماضي فقد حدد نواب من كتله الائتلاف العراقي الموحد معايير للانضمام الى ما يصفونها بجبهه المعتدلين التي تضم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وحزب الدعوه الاسلاميه والحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ففي هذا الصدد قال نائب جلال الدين الصغير في حديث مع الشقيقه اذاعه سوا ان من يريد الانضمام الى الكتله الجديده عليه ان يكون مؤمنا بشكل جدي بحقائق النظام الديمقراطي وبحصر حمل السلاح بيد الحكومه، عن الجبهه المرتقبه وضعت الكتله الصدريه عددا من الملاحظات. اعتقد ان الكتله الرباعيه التي قام ب يعني عملها بعض الاخوه سواء في الائتلاف او في التحالف الكردستاني هي ليست بكتله سياسيه وانما كتله لجمع اكبر عدد ممكن من اعضاء البرلمان لتمرير القوانين المفروضه على العراق، قانون النفط، قانون المساءله والمصالحه وما يسمى بقانون استاذ البعث. قانون 140 اللي يخص مدينة كركوك التي نعتقد أنها يجب أن تكون مدينة التعايش السلمي أيضا قانون مجالس المحافظات <applause> إلى ذلك جاء تصريح زعيم كتلة الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق مشككا بنوايا المشاركين بهذا التكتل معتبرا أحزاب جبهة المعتدلين بأنها ذات توجه طائفي وعرقي تقسيمي على حد وصفه هم يسموها كتلة معتدلة من حقهم ان يروجوا لانفسهم لكن ان نروج لهم بانهم كتلة معتدلة ونحن نعرف انهم اساس التطرف واساس القتل واساس الميليشيات في العراق. سيد ضياء يعني اسالك رموز الاستقطاب الطائفي والقومي يشكلون جبهة معتدلين. هل هذا مؤشر آخر على غياب أي تأثير للتيار الوسطي والتيار المعتدل في العراق؟ طبعا هؤلاء الذين يريدون أن يشكلوا جبهة اعتدال بصراحة هذه جبهة ليست جبهة اعتدال يعني هم ربما يريدون أن يشكلوا جبهة هي جبهة الأخف تطرفا ولكن كلهم ينتمون ما زالوا ينتمون إلى التيار الأصولي الإسلامي الإسلام السياسي والطائفية السياسية فهم ليسوا بمعتدلين والذين اتهمهم بعدم الاعتدال أيضا لا ينتمي إلى الاعتدال مع احترامي للجميع فإذا استطاع الوسط المتطرف أو أن ينبثق من الوسط المتطرف حسب تقييمي ومعاييري أو المتشدد في أفضل الأحوال بعضهم متشددون وليسوا متطرفين وهذه درجة أقل من التطرف إذا استطاعوا أن يشكلوا جبهة للمتطرفين الأخف تطرفا. فهذه خطوه ايضا ايجابيه نقول هذا اعتدال نسبي فنحن نبارك الاعتدال النسبي وان كان لا يمثل الاعتدال الذي نطمح له للاسف واللي تفضلت يعني قوى الوسط السياسي القوى الديمقراطيه المعتدله بقطع النظر عن خلفياتهم الفكريه والايديولوجيه اسلاميين ديمقراطيين كانوا او ليبراليين او المانيين يساريين ديمقراطيين في الواقع ايضا هؤلاء يلامون لانهم لحد الان بالرغم من كثير من المشاريع والمحاولات لم يستطيعوا ان يحققوا خطوه ايجابيه وتحقيق هذه الخطوه الايجابيه تمثل مسؤوليه تاريخيه كبيره وضخمه جدا في الواقع تقع على عاتقهم وهذه تحتاج الى الى تجرد تجرد حقيقي عن الذاتيه الشخصيه والذاتيه الحزبيه التي للاسف الشديد القليل من سياسيين الذين هم في العمليه السياسيه او الذين هم خارج العمليه السياسيه الذين هم في البرلمان او خارج البرلمان قليل من سياسينا يتحلون للاسف الشديد بهذا التجرد عن الذات الذات الشخصيه او الذات الحزبيه او احيانا الفئويه نحتاج الى مثل هذا التجرد في الواقع من اجل ان نخطو خطوه حقيقيه وصادقه نحو الاعتدال اما الاخوه الموجودون في الائتلاف في الواقع ليس منهم لا. من ينتسب الى في تصوري الى خط الاعتدال ما احترامي يقولون وشكرتي يصعد معنا النقد لا. نعم اصعد لانكم يا عزيزي قلاء منكم يجب ان يحسموا امرهم ويعترفوا بان هذا الجو ليس جو اعتدال ليس اجواء ديمقراطيه الكلام عن ديمقراطيه من من قبل الاخ جلال الدين الصغير اي الديمقراطيه هم لا يؤمنون حقيقه في الديمقراطيه دخلوا الديمقراطية المشروع الديمقراطي اضطرارا يا اخي ما زالوا يمارسون ولايه الفقيه غير المعلنه وغير المكتوبه دعونا اذا كان اذا كانوا يريدون ديمقراطيه اذا لا قداسه لما ادعوا انه مقدس وهم في الواقع من احزاب دينيه او شخصيات دينيه يجب ان نطرح انفسنا كاناس كبشر نخطئ ونصيب ولا نضفي على انفسنا القداسه من خلال صفه دينيه هنا او هناك في الواقع هذه كلها تتعارض مع الاسس الديمقراطيه الذي يريد ان يكون ديمقراطيا عليه ان يتحول الى انسان مدني ولا يسيس الدين كما سيسوه ولا يسيس الانتماء المذهبي كما سيسوه حتى الان وهم مستمرون في التسييس، اما شعار التخلص من الطائفيه السياسيه وغير ذلك والمحاصصه الطائفيه في الواقع اصبحت هذه موده لا اكثر ولا اقل، بعضهم صادقون نعم. بعضهم صادقون نعم. لا اريد ان اطلق عمم ولكن نعم. العم يعني الاغلب أه هم مسؤولون نعم. عن هذا الوحل الذي دخل فيه العراق وحل الطائفيه في الواقع أه حدود نعم. الازمه السياسيه مستمره وقد ننهي مع بعض ملامح هذه الازمه، ننهي ملفنا ملفنا السياسي، فنائب رئيس الجمهوريه طارق الهاشمي قال الاسبوع الماضي ان هناك سياسه الحاق الاذى بجبهه التوافق رموزا وقيادات وهو ما علق عليه النائب عز الدين الدوله انسجاما مع موقف الهاشمي بقوله ومخطئ من يتصور ان ابعاد جبهه التوافق او اي مكون سياسي اساسي اخر من عمليات المصادقه والحضور والحوارات لا تخدم لا العمليه السياسيه ولا تخدم على العمليه التشريعيه أعلن الناطق باسم الجيش الأمريكي جنرال كيفن بيرغنر اعتقال أحد عناصر حزب الله اللبناني في البصره متهمًا إياه بتدريب عناصر تابعه لميليشيات عراقيه داخل ايران بيرغنر أوضح أن المعتقل علي موسى دقدوق جاء الى العراق بإعاز وتغطيه من مقر عمليات القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الضابط الأمريكي أشار إلى اعتقال دقدوق إلى أن اعتقال دقدوق تم في آذار الماضي وكان بحوزته وثائق تثبت تورطه إضافة إلى الأخوين قيس وعلي الخزعلي في وأخرين في هجوم شن على الجيش الأمريكي في كربلاء أودى حينها بحياة خمسة من جنوده وهو ما تم في كانون الثاني الماضي. بن <applause> موسى علي موسى دقدوق اعتقل جنوب العراق في العشرين من مارس اذار الماضي وتبين من خلال التحقيق معه حجم الدعم الايراني المقدم لهم من خلال قوه القدس والمبالغ التي صرفت لهم لتدريب عناصر مسلحه واستخباراتيه وقناصه يتم ادخالهم الى العراق وبعد انتهاء تدريبهم في ايران للقيام بعمليات ارهابيه سيد ضياء اسالك يعني حزب الله اللبناني يقاتل مباشره او بصوره غير مباشره في العراق عبر جناح في جيش المهدي يقول الامريكيون انه غير خاضع لسيطره السيد مقتدى الصدر يعني اسالك الا يكفي ما في البلاد من ميليشيات وارهابيين واسلحه كي ياتي جيش كي ياتي حزب الله ويزيد ما فينا من هذه الترسانه المرعبه عزيزي انا واياك لا نفهم ذلك هؤلاء يتقربون الى الله في حرق العراق هؤلاء متدينون بطريقتهم الخاصة يفهمون الدين هكذا يفهمون أن يحرقوا العراق ويحرقوا أهل العراق من أجل أهداف يتوهمون أنها مقدسة إنا لله وإنا لا يراجعون هذه مصيبتنا يا عزيزي السنة السلفيون والشيعة المتطرفون وكل هؤلاء الأصولين في الواقع والذين جاءوا من أجل المقاومة ومن أجل الجهاد وغير ذلك من الأمور والذين يحملون شعار ولاية الفقيه أو شعار الخلافة كل هذه شعارات البائعة في الواقع أو الجهاد إنما يريدون حرق العراق وهم يعتقدون في ذلك إنما هم يعبدون الله نعم العبادة ويتقربون إليه نعم التقرب هذه هي مأساتنا يا عزيزي فليس غريبا على إيران وليس غريبا على حزب الله وليس غريبا أنا لا أقول فعلا أنه هذه هذه تمثل حقائق لا أدري ولكن مثل ما عندما تكلمني عن إنسان في الواقع مدمن على الخمر وتقول رأيته في الساعة الفلانية في المكان الفلاني مخمورا لا أستغرب ولكن هل كان فعلا في تلك الساعه مخبورا؟ لا ادري، اقول ان هذه القضيه ليست بعيده، ليست مستبعده عن منهج عن نهج حزب الله وعن نهج ايران التي كنا نسميها ايران الاسلام، آه، التي ارادت ان تصدر ثورتها وتصدر كوارثها الى العالم الاسلامي كله، وما زالت تصدر آه، كل هذه الكوارث في الواقع الى العراق الجاره آه، القريبه المب... مب... قربا مباشرا للاسف الشديد آه، ولا يهمها ان يكون اهل العراق شيعة أو سنة ليست القضية قضية شيعة أو سنة وهنا وإنما هناك أجندة خاصة ومصالح بالواقع أنانية لهذه الدولة دولة ما يسمى بإيران الإسلامية في الواقع التي يريدون أن يحققوها على حساب بقية الشعوب ومصائر تلك الشعوب ومستقبل تلك الشعوب وهذه في الواقع قضية تحتاج إلى تأمل أين هذا من الدين الذين يدعونه هم والدين في الواقع مسافات بعيدة جدا جدا ولكن إن لله وإنا لا راجعون الدين أصبح سلعة رخيصة تنزل إلى هذه السوق البائسة السوق غير النزيهة سوق السياسة السياسة يراد فيها في الواقع منها خدمة الناس خدمة البشرية خدمة الإنسانية خدمة المجتمع ولكن للأسف الشديد أصبحت مطية لمآرب ولمطامع حزبية هنا أو أو في أو طائفية أو غير ذلك سيد ضياء يعني الحقيقة ما بين ما بين ما بين واشنطن وطهران هناك موقف الحكومة العراقية وهو موقف مهم وأساسي يعني الحكومة العراقية أبرزت بثقة اتصال الرئيس جورج بوش برئيسها سيد المالكي الأسبوع الماضي وشددت على أنها تحظى بدعم واشنطن لكنها وفي وفي الوقت ذاته ابرزت عدم ثقتها باتهام واشنطن لايران ولحزب الله بالتدخل في العراق، يعني في هذا الصدد قال وزير الدوله لشؤون الاخبار في الحكومه سيد حسن الساري قال ان اعتقال القوات الامريكيه لشخص تصفه بالقيادي في حزب الله اللبناني هو مجرد خبر، ومن الممكن ان تكون القضيه قد تركبت عليه بصوره كيديه، يعني هناك وهذا وهذا جزء من اصوات حقيقه من معلقين وكتاب وحتى سياسيين في واشنطن، هناك صوت بدا مسموعا وبقوه يقول ان الحكومه العراقيه حليفه للامريكيين باتجاه واحد، اي ان اي انها حين تكون واشنطن داعمه للحكم في بغداد فهنا الحكومه العراقيه هي حليفه ولكنها في الاطار الثاني هي ليست كذلك. ما تقييمك لمثل هذا الرأي المتزايد كما أشرت في الولايات المتحدة اليوم؟ يعني في الواقع انا اتفهم الحساسيه الشديده عند الولايات المتحده تجاه ايران، وانا شخصيا احمل نفس الحساسيه ربما، واذا كنت لا اثق بالمطلق بالولايات المتحده ولا اثق بالمطلق بايران، ولكني واثق بان الولايات المتحده لا يمكن ان تضر العراق كما يمكن ان تضر ايران العراق. هذه القضيه انا واثق منها تماما، ويعرفها السياسيون جيدا، ولكن بعضهم بالواقع يستصحبون حاله الدفاع عن جمهوريه ايران الاسلاميه، عن الدوله الاسلاميه الشرعيه التي كانوا يدافعون عنها في الثمانينات وأنا أتذكر كيف أن الحزب الذي كنت أنتمي إليه هددني بالفصل حينها عندما انتقدت مقالا في جريدتهم الرسمية عندما كانوا يتهمون ألمانيا بالتحيز عندما حكم أولئك الذين فجروا أو قتلوا قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في الواقع والقضية معروفة لدى الجميع أن هناك المخابرات الإيرانية هي التي قامت بالعملية وأخذت الصحف العراقية الإسلامية تدافع عن ايران وتتهم المانيا بدون علم ولما عندما كتبت رساله لهم ووضح لهم خطاهم واستعملت بعض الالفاظ الشديده في ذلك الوقت هددت بالفصل من ذلك الحزب هذه قضيه في الواقع ما زالوا يستصحبونها للاسف مه. الشديد وليسمعني من يسمعني وليبتئس من يبتئس من كلامي هذا ولكن يا اخواني اعيد النظر اعيد النظر عراقنا يحترق الاسلام يحترق هذا الذي تدعون انكم تدافعون عنه مه. ولذلك ايران ليست حريصه على العراق، ليست حريصه على شيعه الأحراق كما يدعون وليست حريصه على الاسلام وانما لها اجندتها الخاصه كما بينت وهي في ذلك انانيه منتهى الانانيه لا يهمها ان يحترق من حولها من اجل ان تبقى هي ومن اجل ان تحقق هي مطامحها وتطلعاتها في الهيمنه على المنطقه وفرض ولايتها على المسلمين وفرض ولايتها على الشيعه على اقل تقدير هذه الولايه التي ادعوها انهم استمدوها من الله سبحانه وتعالى والله براء من هذه التهمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كبيرا ان يمنح المستبدين والمتخلفين ولايه نيابه عنه وبالوكاله عنه هذه القضيه في الواقع انا ارجو من الاخوه ان يكفوا عن الدفاع عن عن ايران ليس من مصلحتنا طبعا ان نقيم علاقات عداوه مع ايران ولا مع اي بلد اخر ولكن علينا أيضا أن نقول أيها الجيران كفى كفى لا, لا تحرقوا العراق واتركونا وشأننا حتى نرتب أمورنا في هذا البلد الجريح الذي يئن من جراحه أن من جراح طويلة نعم. يعني تحت يق... وطأة الدكتاتورية والآن تحت وطأة الدكتاتوريات الجديدة نعم. سيد نعم الحقيقة اسمح لي بالانتقال إلى موضوع يعني ذي صلة يعني ويتعلق بالإداء تحديدا بالإداء الأمريكي أنا في العراق أحب أن أعلق على الموضوع الذي تحدث عنه السيد طارق الهاشمي أيضا يعني هاي القضية في الواقع ما أدري إذا يسمح الوقت يعني, يعني قضية يعني الاتهامات التي تجري تجاه وزير الثقافه، انا لا ابرأ احدا ولكن اقول كان احرى بالائتلاف من اجل ان تثبت هذه القائمه مصداقيتها وعدم طائفيتها، نحن نعلم ان هناك داخل كل قائمه برلمانيه هناك سراق هناك من يمارسون الفساد الاداري وهناك من هم مسؤولون عن القتل، عن جريمه القتل. لذلك ليبداوا بالمدانين من قائمتهم حتى عندما يتحولون الى قائمه اخرى كقائمه التوافق او حتى قائمه التحالف الكردستاني فيها ايضا فساد اداري وغير ذلك من الامور، لا يقال لهم انكم تنطلقون من نف... بنفس طائفي في في اجراءاتكم هذه او بنفس عنصري باجراءاتكم ضد الكرد، وانما يبداون من الدائره الخاصه، هناك قتله في الدائره الخاصه وهناك سراق في الدائره الخاصه عليه أن يبدأوا من هنا من تلك النقطة وعلى المالك أن يكون شجاعا وهو في الواقع يشخص هذه القضية ويعرفها جيدا ولكن أمامه عقبات كبيرة جدا أنا أعرف ومع ولكن مع ذلك علينا أن نبدأ من هذه الدائرة الخاصة ولا نوجه سهامنا إلى الدائرة الأخرى نعم فيها أناس سيئون نعم. أكيد وفي داخلنا أيضا أناس سيئون فلنبدأ بالسيئين من وسطنا قبل نعم. أن نبدأ بالسيئين من الآخرين نعم يعني سيدي نعم. أعود إلى سؤالي الحقيقة اللي يتعلق بالإداء الأمريكي في العراق فقد قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي آدم سميث أن الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق غير منطقي وأن هذا ليس ما يطالب به الديمقراطيون بل بقاء بعض القوات لمحاربة القاعدة ولتدريب الجيش العراقي سميث اشار في لقاء مع الحره الاسبوع الماضي الى ان القوات الامريكيه لن تتمكن من فرض حل سياسي في العراق كونها لا تملك دعم وثقه العراقيين وفي تعليقه على تقرير الكونغرس الامريكي الاخير الذي شكك بقدره القوات العراقيه على استلام الملف الامني بشكل كامل اكد سميث ان المشكله تكمن في ولاء قوات الامن العراقيه لقياداتها الطائفيه اكثر من ولائها لقياداتها العسكريه. المشكله في العراق الان هو ان معظم اعضاء الشرطه والجيش ليس لديهم ولاء للحكومه العراقيه. لا يزالون يتصرفون بطريقه مذهبيه. هم اما شيعه او سنه من هذه العشيره او تلك ولا يعتبرون انفسهم جزءا من الجيش العراقي. وهذا يقف بوجه تطوير جيش حقيقي يوحد البلاد لكن طبعا هذه المشكله تتخطى الجيش لتصل الى السياسيين فحكومه المالكي فشلت في تخطي هذه المشكله اعضاؤها مذهبيون وغير موحدين وهذا يهدد اي جهد بالحصول على حكومه ثابته في العراق يدعمها الجميع بعد اخذ ورد بين الحكومه المركزيه وحكومه اقليم كردستان التي تريد تثبيت بعض من حقوقها وحرياتها فيما خص استثمار منابع الثروه النفطيه داخل حدود الاقليم صادقت الحكومه بغياب وزراء الكتله الصدريه والتوافق على قانون النفط والغاز ورفعته الى البرلمان المتعثره جلساته على امل اقراره تشريعيا مناقشة أخطر وأهم قانون يتعلق بمصلحة العراق الحاضر والمستقبل وهو قانون النفط والغاز، وتمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء بالإجماع، وأحيل اليوم إلى مجلس النواب الموقر، وسيطرح غداً للقراءة الأولى في مجلس النواب، ومشروع القانون الثاني الذي أيضاً لا يقل خطورة وهو قانون الموارد المالية وطريقه واليه توزيع هذه الموارد في العراق الجديد الذي يقوم على اساس التعدديه والفدراليه وكيفيه تعويض المواطنين وايصال الخدمات اللازمه واشراكهم جميعا بلا تفريق بين مكون ومكون بين محافظه ومحافظه. وبعيدا عن صراع محكم تديره حكومة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية حول النفط وبعيدا عن مخاوف السنة العرب من إبعادهم عن كعكة الثروة النفطية وبعيدا عن نقاشات لن تنتهي حول هذه الفقرة أو تلك من القانون المنتظر يبدو المواطن وهو أسير طاحون لا ترحم اسمها أزمة الوقود في بلاد تطفو على بحيرة من النفط صورة نشرت الأسبوع الماضي لفتاة تنتظر في طابور يمتد يوميا ولا نهاية وشيك له، هي صورة توضح بجلاء ان المواطن غير معني بهذا الصراع بين اطراف الحكم حول النفط، ولكنه يفهم شيئا واحدا ويتلمسه كحقيقة ماثلة انه محروم من ثروات بلاده في عهد الجبروت والظلم والطغيان، وهو محروم ايضا من ثروات بلاده في عهد انهاء المظلوميه ايضا واحتجاجا على سوء الخدمات خرجت تظاهرات في مدينه الكاظميه الاسبوع الماضي المتظاهرون طالبوا الحكومه باخذ دورها وتحمل مسؤولياتها بشان توفير الخدمات الاساسيه ومن بين اصوات منظمي التظاهره كان هذا الصوت لم نرى نزاهة ولم نرى كفاءة، لقد نعرفهم جميعاً كانوا أعواناً للدكاكين وكانوا حواشي للسلاطين فأصبحوا يتحكمون بثروات الشعب يسافرون بها إلى كل عواصم الدنيا ويتركون الشعب العراقي يهجر إلى الخارج من الإرهاب. نبرة الاحتجاج هذه زاد عليها القيادي في التيار السد في التيار الصدري السيد حازم العرجي بقوله الخدمات في بغداد سيئه وخصوصا في مدينه الكاظميه، مدينه الكاظميه مدينه مقدسه، يعني اكثر من نصف مليون زائر ياتون الى مدينه الكاظميه يوميا من بغداد والمحافظات، فهؤلاء يحتاجون الى ماء، يحتاجون الى كهرباء، يحتاجون الى خدمات. منذ اكثر من شهرين غابت تماما الخدمات في الكاظميه، ربما في اليوم الواحد تاتي الكهرباء ساعه او اقل من ساعه، الماء ربما يقطع يومين او ثلاثه في تواصل، والخدمات البلديه ايضا سيئه. سيد ضياء أسألك يعني ضغط هائل يتعرض إليه السيد المالكي حكومة إقليم كردستان تدير تحركها بمهارة فهي تعرف أن المالكي لن يستمر بالسلطة دون دعمها لذا فهي تزيد من مطالبها وتعرف أن أن ليس أمامه من خيار سوى تنفيذ مطالبها كذلك يتعرض إلى ضغط السن المتخوفين من توزيع غير عادل لعوائد النفط والذين يهددون بانسحابهم من حكومته كذلك فإن رئيس الوزراء يتعرض إلى ضغط آخر فأزمة المشتقات النفطية مثلا تولد غضبا شعبيا متزايدا يعني أسألك كيف للمالكي أن يخرج من كل هذه الضغوط في الواقع انه في ورطة يعني صعبة جدا بصراحة لان للاسف الشديد القوى السياسية تتعامل بطريقة الابتزاز وهذه طريقة في الواقع لا تخدم المشروع المشروع الوطني على الجميع ان يفكروا بطريقة تخدم العراق كل العراق اما ان يستغرق الاكراد فقط فيما يحققون لكردستان ويستغرق الاخرون فيما يحققون مناطقهم دون النظر إلى مستقبل العراق بشكل كلي فهذه بالواقع السياسة الابتزازية التي فيها الكثير من الأنانية لا تخدم المشروع الوطني وساعد الله المالكي على هذه الابتزازات على أي حال وهو مضطر لأن يرضخ لهذا الضغط أو لذلك الضغط من هنا أو هناك على أي حال وقد تكون بعض الضغوط محقة أنا لا أريد أن أنفي ذلك ربما يكون الاكراد في بعض مطالبهم محقين ولكن لا اتصور انهم محقون في كل شيء مما يطالبون به لانهم يستثمرون هذه الفرصه وهذا يدل على ذكائهم السياسي بخلاف ما تعامل اخرون من من كتل ومكونات اخرى في الواقع استطاع انهم يستطيعون ان يستثمروا هذه الفرصه ليحققوا اكثر ما يمكن ان يحققوا من مكاسب ولكن الى اين سيسير بنا هذا الامر في الواقع هذا يجعل يعني ازمه الثقه تتعمق اكثر بين المكونات، بينما عندما يتعامل الكل بصدق وبروح يعني الحرص على المصلحه العامه لكل العراق وليس المصلحه المتحققه لهذا الاقليم او ذلك الاقليم او لتلك المنطقه او تلك المنطقه، لانني عندما اتعامل بهذه الطريقه الانانيه لقوميتي او لمنطقتي ساكرس ازمه الثقه بين المكونات وبين القوى السياسية وهذا بالنتيجة في الواقع سيضر بأصل المشروع الوطني الديمقراطي في العراق ولو على مدى المستقبل وربما يستمر ذلك لأمد غير قصير نحن مشكلتنا في العراق في الواقع قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام من المشاكل الأساسية أو الأسباب الأساسية للمعضلة التي نمر بها هي أزمة الثقة المتواجدة بين المكونات الطائفية والقومية وغير ذلك ولذلك ينبغي لا نمارس السياسة تعمق أزمة الثقة وإنما يجب علينا أن نمارس السياسة تجسر الثقة بين المكونات لأن هذا هو الذي يخدم المشروع الوطني وإذا حقق المشروع الوطني ككل نجاحا فسيكون ذلك نجاحا لكل المكونات وكل الأطراف م. هذا الذي في الواقع أراه على كل حال أما في التفاصيل لا. فلا أدري لعله بعض النقاط يمكن أن أتفق مع الأخوة الأكراد ويمكن أن لا أتفق لا. معهم سيد, آه سيد, آه سيد, هذا نعم. سيد ضياء الحقيقة فساد مؤسسات الدولة تحديدا المؤسسات النفطية وخطر الهجمات الإرهابية على المصافي والأنابيب يعني تضافران هذا الموضوعان تضافران نعم. ليجعل أزمة المشتقات النفطية تبدو يعني وكأنها دون حل. يعني الحكومة اليوم تشدد على خطر الإرهاب ولكنها لا تبدو على الأقل لا تبدو حاسمة في مواجهتها للفساد. يعني لماذا خفت الحكومة أو لماذا خف الحديث في بغداد عن خطر الفساد؟ هل هو هل هذا عائد للتركيبة الهشة التي تأتي عليها الحكومة وبالتالي لا تستطيع مواجهة أي اختبار لجديتها حيال مثلا قد تبدو أطراف تزعزع يعني استمرار الحكومة في, في, في مكانها أو في عملها يعني ربما هو تعبير عن ضعفها وتعبير عن تناقضات الموجودة في داخلها يعني الحكومة غير متناجسة البرلمان غير متناجس القائمة الواحدة غير متناجسة فيما بينها وإنما هناك تناقضات نعم. حادة ولذلك هذا التناقض يضطر الكثيرين أن يسكتوا عما موجود في داخل الدائرة الخاصة من, من كوارث في الواقع ولكن ربما أيضا يعبروا عن حالة أخرى هي الكيل بمكيالي فالارهاب حرام ولكن سرقه ثروه الوطن اقول سرقه ثروه الوطن وكنوز هذا البلد، سرقتها من قبل قوى سياسيه ومن قبل شخصيات سياسيه واحزاب هذه حلال، اما الارهاب كلاهما حرام يا اخي، كلاهما يدمر البلد وكلاهما يدمر مستقبل هذا العراق المسكين. ولذلك ينبغي ان نكيل بمكيال واحد ولا نكيل بمكيالين، ولكن اقول ليست القضيه قضيه الكيل بمكيالين فقط وانما ايضا قضيه تتعلق بضعف الحكومه و وبشدة وهذا الضعف المتأتي من شدة التناقضات الموجودة في داخلها والتناقضات طبعا كانت نتيجة نتيجة للاصطفاف الطائفي لأننا لم نصطف إلى بعض البعض من خلال رؤية واحدة لمشروع وطني وإنما من خلال انتماء لطائفة أو لأخرى وبالتالي اجتمع المتناقضون من هذه الطائفة واجتمع المتناقضون من تلك الطائفة في إطار واحد وهذا لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة نعم استاذ حقيقه دعني انتقل الى موضوع شهده الاسبوع الماضي ويكشف هذا الموضوع يكشف عدم تحقيق الحكومه بشكل عام ووزاره الثقافه بخاصه ما كانت تعهدت بانجازه سريعا الا وهو موضوع اعاده اعمار شارع المتنبي فاذا كان العنف الاعمى نال من احد مراكز ثقافه بغداد وفكرها فان الاهمال وعدم تلبيه الوعود دفع باهالي المكان اعتمادا على انفسهم ببدء اعمار محلاتهم ومكتباتهم فيما صوت أحد رواد شارع المتنبي يوجز لنا الحكاية كلها منظمة بسيطة وفرت أكثر من 150 عارضة متحركة للكتب وأكثر من 6 أكشاك وقدرت توفر للناس بسمة بسيطة بنص هذا الخراب دولة بكامل مؤسساتها مدى تقدر ولا تبادر إلى رفع أنقاض وتنظيف هذا الشارع يعني فالمفارقة ومقارنة بين القول والفعل فشيء كثير امشوا على قاعدة اعمل بصمت ودع عملك يتكلم نحن نشوف هسه بس اقوال لكن الافعال معدمة على ارض الواقع إنها حرب تطهير العراق من المسيحيين، هكذا يصف أحد أحد المعلقين العراقيين عمليات استهداف المسيحيين قتلاً واختطافاً واغتصاباً في بلاده، لكن اليافطة الورقية التي رفعها رجل بزي من موروث أبناء الفرات الأوسط والجنوب وتقول إن عراقاً بلا مسيحيين ليس عراقاً، تبدو اقرب الى صوره التسامح الديني والاجتماعي التي عرفها العراقيون فيما بينهم صوره احالها العنف الطائفي والديني والقومي الى هشيم صحيح ان هناك اصوات كريمه من بين شخصيات اسلاميه داخل العراق نددت بقتل المسيحيين واستهداف مراكزهم الدينيه واغتصاب نسائهم ثم قتلهن كما يحصل على يد المجموعات الاسلاميه المتشدده في الدوره والموصل الا ان صوت الغضب الاكثر وضوحا جاء عبر تظاهره نظمتها الجاليه المسيحيه العراقيه في ديترويت بامريكا الاسبوع الماضي وتحولت الى تظاهره تضامن بين كل مكونات النسيج الاجتماعي العراقي. فلكي تثبت الحكومة العراقية أنها جديرة بأن تسمى حكومة جديرة بأن تقعد على هاي الكراسي اللي هي قاعدة عليها جديرة بأن تأخذ الفلوس الأجور الرواتب اللي تستلمها تثبت أنها هي تستحقها أنه تحمي أهل الوطن الأصليين حتى ترفع راسها بين الناس تقول أنا حكومة أحد أبرز معالم التظاهرة كان في خطاب رجل دين عراقي مسلم جاء متضامنا مع جراح المسيحيين ومحنتهم ما لم يتحابب العراقيون ما لم يتحد العراقيون بمسيحيهم وإسلامهم بآشوريهم وكلدانيهم بعربهم وأكرادهم بشيعتهم وسنتهم سوف لا يمن ولا يحن ولا ينزل السلام علينا ولا يرضى الله عنا ما لم نتحد لأنه قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم سيد أسألك يعني أئمة جوامع في الموصل وهم من السن المتشددين يدعون إلى عدم التعامل مع المسيحيين يرددون ان المسيحي اذا ترك داره يحق للمسلمين امتلاكها امتلاكها شرعا بلا اي تعويض. في كرخ بغداد اصبح وجود المسيحي نادرا جدا، اما في البصره فقد جرى بين مزدوجين تطهيرها من المسيحيين منذ الايام الاولى بعد سقوط صدام في اطار حمله مطارده وتهديد شملت ايضا الصابئه المندائيين. يعني اسالك استاذ ضياء مواطنو بلاد الرافدين الاصليين او الاصليون اي الاشوريين والكلدانيين والمندائيين يتعرضون اليوم الى حرب اباده هل تتفق مع من يقول ان محنه غير المسلمين في العراق اليوم هي حرب اباده كذلك فعلا ام انها جزء من محنه كل العراقيين بشكل عام في الواقع هي جزء من المحنه بشكل عام ولكن لها يعني بعد اكثر ينبغي في الواقع لهؤلاء الذين يسمون انفسهم برجال دين وهم ليسوا برجال دين وانما هم معاول لهدم الدين وقيم الدين وروحانيه الدين وانسانيه الدين الذي ينطلق من خلال تدينه المدعى في كره تجاه اتباع الديانات الاخرى لا يفهمون الدين شيئا وليست له اي علاقه الله سبحانه وتعالى الذي كله رحمة وكله محبة في الواقع أنا أضم صوتي إلى من قال العراق بلا مسيحيين ليس بعراق العراق بلا صابئة ليس بعراق العراق بلا أي مكون من هذه المكونات ليس بعراق العراق يكون جميلا بهذه التشكيلة بهذا التنوع بهذا التعدد وبهذا التعايش الجميل الذي مارسه العراقيون منذ زمن طويل أما الآن في الواقع نرى مآسي كثيرة المسيحيون تعرضون لمثل هذه الأعمال البشعة اللا إنسانية اللا دينية اللا إسلامية في الواقع وبعض رجال الدين ما يسمون أنفسهم برجال دين يحرضون عليهم هذه مأساة في الواقع هذه كارثة وكارثة على الإسلام قبل أن تكون كارثة على أي شيء آخر في الواقع أنا لا أدري كيف يفهمون هؤلاء الدين هؤلاء ليسوا بعلماء دين وإنما جهلت دين وليسوا برجال دين وإنما هم بشياطين دين يوع... ي... ي... يحركون معاولهم الشيطانيه ليهدموا الدين ويهدموا كل القيم الجميله في المجتمع يا اخي المسيحيون اخواننا بكل معنى كلمه الاخوه هناك اخوه الانسانيه وهناك اخوه المواطنه وهناك اخوه العشره الطويله علينا ان نعمق هذه الاخوه ولا نكدر اجواء الاخوه في المجتمع العراقي من خلال بعض المعممين المتخلفين في الواقع والذين لم يفهموا الدين الا بعض النصوص التي جمدوا عليها ولم يستوعبوا انسانيه الدين الذي تحث الانسان على ان يتعايش مع كل انسان اخر بكل حب وبكل احترام ما لم يتعرض له ذلك الانسان بسبب عقيدته وبسبب رايه على جميع ان يتمتعوا بالحريه الكامله في ممارسه, ممارسة طقوسهم واعتقاداتهم لا. وافكارهم حتى الملحد يجب ان يتمتع بكامل حريته يا اخي الاسلام لا يقمع الحريات هذا في الواقع امر استنبطه هؤلاء من نصوص عليها ألف علامه استفهام علينا ان نعيد النظر في فهمها او في لا. فحص مدى صدقيتها لا. وصدق مصدرها استطيع الحقيقه اذا كان استهداف غير المسلمين في العراق احد ملامح العنف المتجليه اليوم في البلاد، فدعنا نتوقف عند جانب اخر من جوانب العنف في العراق، ففي الاسبوع الماضي بثت وكاله انباء اسوشيتد بريس صوره فوتوغرافيه للزميل المصور هادي مزبان، الصوره في دلالاتها تصور كيفية تحول قيم العنف اليومي في العراق إلى ثقافة شعبية ستشكل في مدايات لا يعلمها أحد انعكاس في ثقافة الأجيال الجديدة الصورة هي لعبة ينفذها ثلاثة أولاد قد يكونون أخوة أو أقرباء أو جيران اثنان كبيران يوجهان بإحكام مسدسين نحو رأس الطفل الصغير اللعبة هي لعبة للأسف هكذا الوصف لعبة إعدام الطفل الثالث المنفذان يضحكان والثالث الضحية يبكي فعليا وإن كان الأمر يتعلق بلعبة من هنا أسألك سيد ضياء حيال المستوى الوحشي الذي وصله الصراع في العراق كيف يمكن إنقاذ أجيال البلاد من طغيان قيم العنف يعني هل هناك مناهج تربوية خاصة أهو الأمر رهن بما قد يفعله الإخصائيون التربويون والنفسيون يعني هل تدبرنا بشكل عام كمجتمع لذلك أم أن العائلة مثلا لوحدها قادرة على ضبط السلوك العنيف في الواقع عزيزي استاذ علي انه هذه الحقبه هذه هذه المرحله من 2003 ولحد الان ستترك للاسف الشديد بصماتها لاجيال كثيره لان الفساد عند